عشر لألعاب البحر الأبيض المتوسط. طويري فارس الذي رفع 161 كيلوغرام في المحاولة الثالثة. برونز ميدال، الميدالية الفضية. طويري فارس إذن تحت زغاريت الجمهور الغفير والغفير جدا في هذه القاعة، قاعة إمك بقصر الرياضات بمدينة وهران، بعد نهاية مناسلة الملاكمة أصبح الجمهور يتوافد بكثرة وبكثافة على قاعة إمك هنا لمتابعة منافسات رفع الأثقال. الرباع طويري فارس من الجزائر يهدي الجزائر الميدالية البرونزية في حركة الخطف بعد أن رفع 161 كيلوغرام. الميدالية الفضية لأبو كحلة كريم من مصر. المئة ساكا بيرك من تركيا في رواق الثاني.